تحياتي يا أصدقائي، هل سيلعب محمود داوود المحترف في الدوري الإنجليزي مع برايتون مع منتخب سوريا في كأس آسيا؟ حنشوف سوا وحقلكن إيه أو لا وشو الأسباب بهذا الفيديو. إذن يا حبايب القلب، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده أنه اجتمع مسؤولين في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مع خال اللاعب محمود داوود المحترف في الدوري الإنجليزي مع برايتون بشأن يعني أنه يتم استدعائه لمنتخب سوريا لبطولة كأس آسيا. السؤال اللي عم بيطرحه الجمهور حاليا أنه هل من الممكن أن نشاهد محمود داوود، هذا النجم الكبير اللي ممكن يقدم إضافة جدا هامة لمنتخب سوريا؟ يعني أكيد ما في منتخب بهاي المنطقة لا يحلم بوجود نجم كبير مثل محمود داوود اللي تألق جدا مع بوروسيا دورتموند الألماني وحاليا يتألق مع برايتون الإنجليزي. رح أعطيك عدة نقاط حبايب القلب أسباب قدوم أو عدم قدوم محمود داوود إلى منتخب سوريا. أنا برأيي محمود داوود لن يأتي إلى منتخب سوريا في بطولة كأس آسيا المقبلة اللي حتكون مطلع العام القادم في قطر لعدة أسباب. بداية، منتخب سوريا حيلعب مجموعة أوزبكستان وأستراليا والهند في كأس آسيا، وطبعا جدول مباريات منتخب سوريا يتعارض مع جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اللي حيكون في مواجهتين لبرايتون الإنجليزي في الدوري الإنجليزي، إذا ما تأهل أيضا على كأس الرابطة الإنجليزية في مراحل متقدمة أيضا حيكون في مباراة لفريق برايتون. وبالتالي يعني موضوع وجود محمود داوود مع منتخب سوريا بهي المرحلة جدا صعب، يتعارض جدول مباريات الدوري الإنجليزي مع كأس آسيا. هذا السبب رقم واحد لعدم وجود أو لعدم قدوم محمود داوود. السبب رقم اثنين، أنا برأيي محمود داوود يعني عمره 27 سنة وما زال ينتظر الحلم، وهو دعوة من المنتخب الألماني لبطولة يورو 2024 اللي رح تقام بتموز وحزيران العام القادم. وبالتالي يعني هذا الحلم الموجود لدى محمود داوود لأنه يكون يعني موجود مع المنتخب الألماني رح يمنعه بشكل أساسي أنه يكون في يتواجد في منتخب سوريا، لأنه أكيد تعرفوا أنتم أنه ما بيقدر يمثل منتخبين للرجال بنفس الوقت. وبالتالي يعني وجود محمود داوود مع المنتخب الألماني هو حلم لأله وهو فرصة تاريخية، ودائما ما كان يتحدث عن هذا الموضوع أنه هو يحلم دائما بتمثيل منتخب المانشافت منتخب ألمانيا. وفي عندك هاي الفترة يعني في عندك الفترة من الوقت الحالي حتى نهاية الموسم ممكن محمود داوود يتألق جدا مع برايتون الإنجليزي ويلفت نظر وانتباه الكادر الألماني، ممكن يتعرض يعني بعض اللاعبين في منتخب ألمانيا لإصابات ويلاقي حظه يكون يعني موجود محمود داوود يتواجده مع منتخب ألمانيا ببطولة يورو في حزيران 2024. السبب الثالث، أكيد محمود داوود يعني عم بسمع أخبار، إذا ما شاف عم بسمع أخبار ويشوف وضع منتخب سوريا. لا أحد أي نجم إن كان عم يلعب بأي نادي في هذا العالم لا يفضل أن يأتي إلى منتخب يعني نتائجه سيئة، مستواه سيء، لا يقدم عروض جيدة، بغض النظر انه منتخب اليابان تفوق على منتخب سوريا بمراحل، لكن يعني اجواء غير مريحه في منتخب سوريا. السبب الرابع، كلنا يعلم انه منذ سنوات اتى اخوه محمود داوود سعيد داوود اللي كان محترف في الدرجه الرابعه في الدوري الالماني ولعب مع فريق الحرجله، ومن ثم يعني تم يعني كسر التعاقد معه لهذا اللاعب وتعرض له يعني مشاكل كتير صار معه بسوريا وقعد بفندق العباسيين عدة أشهر ويعني تعذب لحتى رجع على ألمانيا لعدة أسباب ما حنخوض في ذكرى الآن. وطبعا كان رئيس النادي حرجلة أنا ذاك هو نفسه حاليا نائب رئيس اتحاد كرة القدم السيد عبد الرحمن الخطيب. وبالتالي يعني هي أسباب عدة بتخليك تقول انه من غير ممكن انه نشوف محمود داوود مع منتخب سوريا بهي الفتره. يعني احنا عم نحكي من هون لسنه
ممكن يكون كتير صعب. ممكن يتواجد محمود داود بس يفقد الأمل نهائيا بالتواجد بالمنتخب الألماني، بس يشوف أنه منتخب سوريا على سبيل المثال والله وصل لمراحل متقدمة في تصفيات كأس العالم، وأنه هو قادر يعمل إضافة أو قادر يكون موجود مع منتخب سوريا في حال تأهلنا إلى كأس العالم، وبالتالي هون ممكن يفكر اللاعب أنه لا يا أخي أنا ما قدرت مثل منتخب ألمانيا أو أحقق حلمي بتمثيل منتخب ألماني، رح ألعب مع منتخب سوريا إن كان بمراحل متأخرة بتصفيات كأس العالم أو إذا تأهلنا لكأس العالم، وهذا الشيء أكيد يعني حسب الشيء اللي عم نشوفه صعب. يعني أيضا يعني في نقطة كتير هامة، اللعب على عواطف ومشاعر الجمهور. يعني من منا من إعلاميين وجماهير ومتابعين لكرة القدم لا يتمنى وجود محمود داود وخليل ياس وغيرهم وغيراتهم مع منتخب سوريا؟ أم أنه يعني بس اختيار، يعني اختيار التوقيت بعد الخسارة من اليابان، وأنه في عنا هلأ فترة قليلة يعني 40 يوم لبطولة كأس آسيا، يلا خدوا هذا الخبر التهوا فيه هلأ وما حدا رح يجي، واللعب على هذا الوتر يعني غير صحيح. يعني لا يجوز أن يتم التلاعب بمشاعر الجماهير السورية. ما في شيء رسمي صدر من اتحاد كرة قدم، لكن صدر من بعض الزملاء الإعلاميين، بعض أساتذة الإعلاميين، صدر على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسريبه لهذا الخبر وتم تداوله بشكل كتير كبير. أنا برأيي هاي الأسباب اللي رح تمنع محمود داود أنه يتواجد مع منتخب سوريا، مع أمنيتي أكيد أنا أتمنى أكثر واحد أنه يكون محمود داود موجود بمنتخب سوريا، لكن هي أسباب حقيقية وواقعية ستمنع تواجد المحترف في برايتون إنجليزي محمود داود مع منتخب سوريا، إن كان بكأس آسيا وإن كان بالفترة المقبلة يعني حتى يورو 2024 قبل صدور دعوته مع منتخب ألمانيا، وربما ينتظر يعني حتى نهاية مسيرته محمود داود لتجي دعوة على منتخب ألمانيا، إن كان في كأس العالم 2026 وإن كان باليورو. بالتالي يعني ننتظر أن يتم العمل بشكل أفضل، أو إذا في شيء جدي يعني أكيد كنتوا طبلوا وزمروا على الصفحات الرسمية إن كان باتحاد السوري لكرة القدم وإن كان يعني المدرب أو الاتحاد رئيس الاتحاد كانوا حكوا بالموضوع لو في إنجاز ممكن يصير، لكن تسريب إنه هيك نحن اجتمعنا والله ما خالوا للاعب، أي سيرة طويلة عريضة. موضوع اللاعبين المحترفين وكيفية التواصل معهم في سوريا هو موضوع شائك جدا، موضوع بين قوسين غير احترافي. إن شاء الله بفيديوهات قادمة رح أحكي عن تجربتي الخاصة أيضا بالتواصل مع اللاعبين المغتربين وتجربة اتحاد كرة قدم كيف يتواصل مع اللاعبين المغتربين والوعود، ويعني كيف يتم الموضوع ويعني إقحام اللاعبين في مباريات رسمية فورا، وبالتالي يعني موضوع شائك جدا. بدي تعليقاتكم أصدقائي بموضوع فيديو اليوم، لأن تنسونا أكيد من دعمكم لنوصل 10,000 متابع، لحتى دائما أنا أيضا أتشجع دائما لحتى نزل فيديوهات بشكل كتير ونتناقش بكل معلوماتنا سوية يعني عن منتخب سوريا. باي باي.